أنا حلوة ودلوعة ومثيرة، ومع ذلك ملتزمة بصلاتي وديني. اسمها دايماً مثير للجدل في أي مكان بتبقى موجودة فيه، بالرغم من نجوميتها الكبيرة إلا إن حياتها كلها مطبات وأزمات. تعالوا نعرف حكاية حليمة بولند مع زوجها الأول، وليه اعتزلت لمدة أسبوعين بعد جوازها، وحكايتها مع النقاب. خليكم معانا لآخر الفيديو. اسمها بالكامل حليمة عبد الجليل قاسم حسن بولند. اتولدت في منطقة السرة في الكويت سنة 1980، ودرست في كلية الآداب بجامعة الكويت. وفي سنة 1995 كانت أول تجربة تقديم ليها من خلال برنامج أطفال افتح يا وطني أبوابك، واستطاعت أن تحصل على لقب ملكة جمال الإعلاميات العرب. واختارها بعد كده رئيس قسم الإعلام في السنة الأخيرة من الجامعة علشان تشتغل في تلفزيون الكويت الرسمي من خلال برنامج ذا بست، وكان في الوقت ده عمرها 20 سنة بس. استمرت حليمة بولند في تقديم برامج المنوعات والمسابقات، وبقت معروفة لكل جمهور الخليج، وبدأت تشارك في تقديم مهرجانات عربية زي صلالة وليالي دبي وهلا فبراير، وبقت واحدة من أهم الإعلاميات العرب. حليمة بولند كانت مهتمة بمظهرها وطلتها باستمرار، عشان كده كانت بتواكب الموضة باستمرار، وكمان قررت تعمل أكتر من 13 عملية تجميل، منهم تصغير الأنف وتجميل كبير الفم والخدين بالبوتوكس. كمان عملت عملية رفع الحاجبين وتعريض ونحت الخصر. وفي سنة 2011 اتقدم لها رجل الأعمال الكويتي عبد السلام الخبيزي بعرض للزواج، ووافقت على الجواز منه، وأنجبت منه بنتين هما ماريا وكاميليا. وبعدها حصل بينهم خلافات وانفصلت عنه بعد جواز استمر 6 سنين، بالرغم من محاولات الفنانة أحلام للصلح ما بينهم. وفي سنة 2018 ارتبطت بقصة حب مع المحامي عبد الرازق العنزي، وقررت تعتزل الفن والإعلام، وقالت على صفحتها الرسمية على إنستجرام: أخجل أن أتمنى من بعدك شيئا، فأنت بالنسبة لي كل شيء، لذا أعلن اعتزالي رسميا. وعقدت قرانها في حفل كبير حضروا كل أصدقائها وزملائها في الوسط، وبعد شهرين بس انفصلت عنه ورجعت للساحة من جديد بعد أسبوعين من إعلان اعتزالها. الجمهور طبعا ما كانش فاهم، لحد لما عملت فيديو على صفحتها وقالت صديقتها فوزية الدريع إن حليمة بولند اتنزلت كتير علشان ترضي جوزها، وكانت بتلبس ملابس وعباءات واسعة، وفجأة ضغط عليها جوزها إنها تلبس النقاب وتخفي وجهها خالص، فرفضت وطلبت الانفصال. وبدأت حليمة مرحلة جديدة من الأزمات في حياتها بسبب ملابسها وصورها الجريئة، وده اتسبب لها في مشكلة كبيرة سنة 2016، وأصدرت قناة الرأي الكويتية قرار بإيقاف برنامج ديو حليمة من على شاشتها خالص، بعد الانتقادات الحادة حول البرنامج بسبب أسلوب حليمة اللي أثار استياء الجمهور. كمان حصلت مشكلة كبيرة لما كانت موجودة في لندن وتعرضت لفعل غير أخلاقي، كمان اتعرضت للسرقة لما كانت موجودة في فرنسا، وقالت إنها تناولت منوم في طعامها. وفي سنة 2019 حصل ضجة كبيرة جدا في الإعلام في قضية غسيل الأموال اللي طالت شخصيات كتير، وارتبط اسم حليمة بولند معاهم، وعملت فيديو بث مباشر على صفحتها وقالت إنها بريئة ومستعدة تتحمل أي عقوبة في حال تورطها، وبعدها اتبرأت من التهمة بعد عمل كل التحريات اللازمة. اكتبوا لنا بقى انتم في التعليقات اكتر حاجة بتحبوها لحليمة بولند، وهل شايفين هي بتتعمد تصدر الترند ولا مجرد صدفة؟